la cabeza y bueno, pensar rápidamente en el próximo rival. بهني الفريق الأهلي على فوز اليوم. للأسف اليوم فريق نادي النصر أدى مباراة سيئة جدا وخاصة في الشوط الأول. وفي عالم الكرة ترتكب أخطاء، صعب إنك تفوز، صعب إنك تفوز وسهل إنك تخسر، وهذا اللي صار اليوم يعني. وخاصة في الشوط الأول فريق الأهلي كان أفضل بمراحل خلال الشوطين، استطاع أن يفوز في المباراة بجدارة، وزي ما ذكر بهني فريق نادي الأهلي على هذا الفوز يعني. ولكن هذا كله جزء من الكرة طبعا. الألم شديد يعني، وخاصة إن في 4 جولات خسرت نقاط كثيرة في دور عبد اللطيف جميل. إنما الدنيا لا تنتهي هنا، صح التعبير. الموسم طويل وهناك كثير من المباريات.